صعيب انه تمارس رياضه في الميدان هذا مش تمارس كره قدم معناها مش معناها خسرنا ماتش ماتش موش نتاع كوره ماتش معناتها موش تيرا مش تلعب كوره كهو هذوما الماتشات هذوما يتسرقوا ما يتلعبوش فيهم كوره معناتها تسرق ماتشوك لازمك تعرف كيفاش تسرق ماتشوك بون الله غالب معناها ما تنجم تقول حتى شيء في ظروف كيما هذه ما انت تعرف جرجيس تلعب على الطيح ظروف المحيطة بالملعب وكل صراحة ما انا الخاسر الوحيد في الشيء هذا هو الفوتبول التونسي ما انت الكرة القدم التونسية وين ماشية بهالهمجية هذه بهالظروف هذه بهالحوايج هذه بالترانات هذوما صحيح خسرنا تروا بوان هذيك هي الكرة صراحة 45 دقيقة ثانية شاهدنا لاعبي ترجي هذا الجرجيسي أكثر موتيفاسيون من لاعبي ساسس لا مش اكثر موتيفاسيون ممكن الجمهور هو اللي يخليهم اكثر معناتها متحمسين والطياح معناها ماهوش ساهل راهو اللعب على الطياح لكن اخويا في ماتشات كيما هذا ما تنجمش معناتها ما تنجمش حتى تلوم على ملاعبيتك على كوره ما فيهاش كوره معناها هذه تجيك اوكازيون لازمك تماركيها تعرف كيفاش تسرق ماتشوك هوك هاو دونك معناتها في والله كان جاي نلعبوا في ميدان متوسط على الاقل تنجم تقول والله ما لعبناش ولا كذا هذا ما تنجم لا تقول لا لعبنا لا ما لعبناش يا كانك ربحت باش تروح فرحان خسرت ما عندك ما تعمل وهذاك هو هذيك هي الكره التونسيه مالوريزمون تو في الفتره الاخيره هاك تشوف معناها الناس منسحبه ناس تبكي اللي يبكي اكثر هو اللي يبكي اكثر هو اللي معناتها يربح المقابلات نتاعو واضح دونك تي طارق حنا ماشي نقولوا سي خسر المركز الثاني اليوم خسر المركز الثاني وقتيا معناها وكاو بيسكو الاسبيرونس ربحت لكن الترجي زاد عندها مقابله في قفصه ماهيش سهله نتخيل باش تكون ظروف كيما هكا ولا اصعب من هكا دونك احنا نكملوا مازلنا اللقاء لازمنا نكملوه واللي كتبوا ربي هذاك هو